نقول لك الحمد لله فحت 3 بوان فهي مهمه ومهمه بالنسبه لنا بزاف. 3 بوان عطاتنا الوصافه بالنسبه للنتائج اللي حققوها المنافسين ديالنا. ان شاء الله هذا المعارج فهو الحمد لله استغليناه كوم يلفو. كنبغي نشكر الجماعه الجديديه اللي تنقلات لمدينه فاس وشجعت الفريق ديالها، وكنتمنى ان شاء الله نرجعوا لهم الفريق ديالهم ان شاء الله المكانه ديالهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. اولا كنبغي نشكر اللاعبين اللي قدموا على واحد المقابله اللي هي كبيره، كانت مقابله اللي هي صعيبه ضد فريق اللي عنده شباب يقولوا الكلمه ديالهم ان شاء الله مستقبلا. كنت كنتمنى اننا نقارديو كيف ما بدينا لا بريمير ميطون، كانوا بعدها فوات، كنتمنى اننا في قادم المقابلات ان شاء الله نتفاداوهم. كنبغي نشكر اللاعبين قدموا واحد المستوى كبير، وكنتمنى اننا نبقاو غادي نسيروا هذه الايقاعه هذا باش ان شاء الله نفرحوا الجماهير اللي عاوناتنا واللي ساندتنا، حيت حنا متعطشين ان نردوا الفريق ان شاء الله للمكانه ديالو ان شاء الله، ونفرحوا والدينا ونفرحوا كاع الناس اللي كيبغيو لينا الخير ان شاء الله. كان صعيب ماشي البيت الثالث فين ما كيماركيو علينا كنا كندخلوا في الشك، حيت كانوا كنا نقدروا نتفاداو كاع ذوك البيوت اللي 3 بيوت، كانوا بعد اخطاء ما كنحمل مسؤوليه شي حد، اخطاء جماعيه. كنبغي نشكر اللاعبين وان شاء الله غنتفاداهم في المقابلات القادمه ان شاء الله، وكنتمنى الخير ان شاء الله. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.